بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ينطلق شوطنا الثالث هنا أيضا، الشوط الخاص بالإبكار. أسير مع البداية وأسير مع المقدمة، أجد على المركز الأول أنا مطفية، وصلت مطفية على البداية. تركي بن محمد بن علي الزرعي يتغدى هنا مع البداية، بينما المركز الثاني وصلت طلعة عبد الله بن حمود الهاشمي يتقدم مع طلعة، بينما المركز الثالث هنا تتواجد اللي هي حربة على المركز الثالث، جابر بن شطيط المدهوشية والغادمة الشبلة غادمة على المركز الثاني، حسان بن ثابت الهاشمي يتقدم بهذا الحظ المميز. وهناك صبا حمد بن محمد بن خادم المدهوشي يقدم صبا على مستوى المركز الثالث، ولكن البداية والمقدمة مع مطفية على المقدمة وعلى الصدارة، صاحبة الإنجازات على أرضية هذا الميدان تأتي بهذا الحضور المميز في هذا الصباح بشعار أبو تركي، متقدم مع مطفية. تركي بن محمد بن علي الزرعي والغادمة الشبلة على المركز الثاني، حسان بن ثابت الهاشمي، ولكن الحضور التميز من مطفية. الله الله الله، هنا أيضا الإنجاز الثالث لهذا الاسم مطفية. تركي بن محمد بن علي الزرعي الشبلة اللحظات الأخيرة، ولكن السلام للوافي، سلام تهاني والناموس. تركي بن محمد بن علي الزرعي على فوز مطفية بالمركز الأول. المركز الثاني اللي هي الشبلة حسان بن ثابت الهاشمي، والمركز الثالث مناسبة ناصر بن سعيد بن أني المدهوشي. التوقيت 2:12 ثانية، تهانينا للجميع.